تعامل بين الدور الشعبي والرسمي، فبالتالي إن شاء الله الكويت بفضل الله عز وجل بلد مفعم بالأمل، بلد يعني لا يمكن إلا أن يكون بلدا مشرقا وبلدا للإبداع، وهذه فكرة على الطريق وإن شاء الله غيرها قادم بإذن الله. هي أساسا فكرة الشباب كما قلت يعني في بعض المقابلات، هي مزيج بين أمرين: رغبة شبابية بإظهار مشاعر صادقة تجاه أبوهم وأميرهم وقائدهم، ولكن أرادوا لهذه المشاعر أن تكون بطريقة مختلفة ومبتكرة، فكانت هذه المدينة.